بسم الله. النهارده عاوزين نتكلم عن الدنتال اسسمنت في السفالومتريك اناليسيز، ودي واحد من الاهداف الثلاثه اللي احنا عاوزين نطلع بها من السفالومتريك اناليسيز. احنا عندنا ثلاث اهداف: سكيلتال اسسمنت ودنتال اسسمنت وسوفت تيش اسسمنت. سكيلتال بينقسم لحاجتين، عاوز اطلع الانتروبوستيرر اسسمنت ده اللي هو كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3، عاوز اطلع الفيرتيكال اسسمنت، عاوز اطلع الدنتال اسسمنت. النهارده هنتكلم عن الدنتال اسسمنت، وده موضوع سهل وان شاء الله تلاقي معظمنا متجاوب بيه بسرعه، لان في حاجات كانت متكرره واحنا او بنذكرها واحنا بنعمل الهوريزونتال بلينز اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. ببساطه جدا انت بترسم الموست برومننت انتيرور تيس الموجوده في الابر واللور جو، زي ما هنرسم مثلا الابر انسايزور كده واللور بنفس الطريقة. ومن الاتنين دول هنعمل هناخد اللونج اكسس بتاعهم ونعمل علاقتهم بالهوريزونتال بلينز اللي احنا متكلمين عليها قبل كده. يعني مثلا دلوقتي لو حددنا نقطة الان، طبعا المفروض نكون كلنا باين عارفين الحاجات دي، نقطة الاس، وده كده بقى عندي الاس ان بلين بتاعنا، وده اللي اتكلمنا عنه في الفيديو الاولاني خالص. رقم اتنين هنعمل فرانكفورت، لو انا اعتبرت ان هذا الاوربت وده اخره مثلا هنا، وده البوريون وده هنا في النقطة دي كده، وعملت هورزونتال بلين بتاعي او الفرانكفورت هورزونتال بلين بتاعي، هذا رقم اتنين. رقم ثلاثة عملت ماكسيلري بلين، ادي احدد نقطة الانتيرو نزل سباين ونقطة البوستيرو نزل سباين واوصل الاثنين ببعض، يبقى ده الخط رقم ثلاثة. الخط رقم اربعة اللي هو الفانكشنال اوكلوزال بلين، واحنا كلنا عارفين ان هو بنحدده ازاي دلوقتي، بعمل نقطة ما بين الابر واللور سكس، وبعمل نقطة ما بين البريمولرز ابر واللور، واوصل النقطتين ببعض، اداني الفانكشنال اوكلوزال بلين. طيب نرسم الخط الخامس عشان يبقى خلصنا كل الهوريزونتال بلين بتاعنا. يعني نرسم خط اللي هو المندبلر بلين، لو اعتبرت ان دي مثلا المندور وعندي نقطة الجونيون هنا، يبقى خدت الخط اللي هو قلنا طبعا الطرق تحديده وكلنا عارفينها دلوقتي، التلاتة عن التلات طرق لتحديد المندبلر بلين. كده عندي خمس خطوط هعمل منهم الدنتال اسسمنت من خلال اللونج اكسس بتاع الابر او اللور انسايزور على الخطوط دي. تعال ناخد الاول ابر انسايزور. لو خدنا زي ما احنا رسمنا الشكل بتاعها في الاول، قلنا هنا نقطة عند الانسايزر ايدج ونقطة عند الابيكال الابيكس بتاعها، واطلع الخط دوت طوالي يعدي بكل الخطوط الهوريزونتال اللي احنا رسمناها، ادي الخط ده. هنطلع ايه بقى من الحاجات اللي احنا عملناها دلوقتي؟ لو خدنا رقم واحد يبقى هنطلع منه الابر وان او الابر انسايزور مع الاس ان بلين. طيب دي اللي هي الزاوية هي الزاوية ديت، الزاوية دي بيبقى لها متوسط. المفروض ان انا اكون عارف المتوسط عشان اشوف السنه دي الانكلينيشن بتاعها عامل ازاي. طيب انا لما نقول دلوقتي الابر انسايزور مع الاس ان بلين المتوسط بتاعه 109 زائد او ناقص مثلا 5، وانت جيت لقيتها اكبر من النورمال اللي احنا قلناه ده، يعني بقيت لقيت دي بارزه لبره كده، يبقى معناها ان السيجمنت دي الانتيرو سيجمنت دي فيها بروكلينيشن. وهجينا دلوقتي أشعة هنشوف ده فيها واضح جدا، في الوقت ده هتلاقي الزاوية دهيت بدل ما هي كده هتلاقيها هي كده أكبر. طيب يبقى ده الخط الأولاني. الخط التاني اللي هو رقم اتنين، أما أخد الأبر وان أو أبر انسايزور مع الفرانكفورت هوريزونتال بلين، المتوسط بتاع الزاوية دي اللي هي الزاوية اللي تحتها ده بالظبط، المتوسط بتاع الزاوية دي 116 زائد او ناقص 6. نفس الكلام
لو هي 116 او ناقص او زائد 6 يبقى هي في المتوسط بتاعنا. لو لقيتها زايده يبقى في بروكلينيشن في الانسايزور، لقيت اقل من كده يبقى في ريتروكلينيشن. وانا عاوز نفرق بين كلمه ريتروكلينيشن وكلمه بروكلينيشن. الاثنين دول في اتجاه بيتكلموا على زاويه. في عندي حاجه اسمها بروتروجن بتتكلم على مكان، على وضع، وده هنبينه فيما بعد. طيب كده خدت رقم 2 اللي هو مع الفرانكفورت هورزونتال بلين. طيب لما اخد 3 الخط الثالث اللي هو رقم 3، اخد الابر وان او ابر انسايزور مع مين؟ مع الماكسيلاري بلين. المتوسط بتاع الابر وان مع الماكسيلاري بلين المفروض ان احنا في حدود برضو 109 زائد او ناقص 5 تقريبا. يبقى الاولانيه دي تقريبا كانت 104، الله اعلم على ما انا فاكر. يبقى الخط الاولاني 104 ابر 1 مع الاس ان 104 زائد او ناقص 5، الفرانكفورت 116 زائد او ناقص 6، الابر انسايزور مع الفرانكفورت 109 زائد او ناقص 5. الارقام دي طبعا هتلاقوها موجوده في اماكن كتيره، ودي مش موضوع احنا بنتكلم عن هدف الحكايه كلها ايه. طيب نفس الكلام، يبقى الزاويه دي الزاويه ديت لقيتها كبرت يبقى معناها في بروكلينيشن، لقيتها صغرت يبقى في ريتروكلينيشن. طيب اخر زاويه هنتكلم عنها بالنسبه للنقطه دي من الهورزونتال بلين اللي احنا بنتكلمها دلوقتي، الابر اللي هو الخط رقم 4 اللي هو الابر انسايزور مع الابر ماكسيلاري بلين لو كانوا 2، الابر اوكلوزال بلين عفوا لو كان عندي 2 في حاله الاوبن بايت زي ما قلنا، او في الحاله دي تعتبر الابر انسايزور مع الفانكشنال اوكلوزال بلين. طيب في الوقت ده المفروض ان الزاويه دهيت ده اللونج اكسس بتاعي وده الفانكشنال اوكلوزال بلين. الزاويه دي المفروض لها متوسط من 55 زائد او ناقص 4. في الوقت ده تاخد بالك لو الزاويه فتحت، يعني لو الزاويه دي كبرت، يبقى معناه ايه؟ يبقى حصل لي ريتروكلاينيشن، لان دلوقتي بقى الخط تحت الابر انسايزور. كلها بالتخيل والعقل، يعني انا دلوقتي الزاويه دي كده لو صغرت يبقى معناها الخط ده هيروح كده، يبقى حصل فيه بروكلينيشن. لو صغرت الكلام ده، لو صغرت يبقى فيه بروكلينيشن. طب لو الزاويه كبرت ومشت كده يبقى معناها ان حصل عندي ريتروكلينيشن للابر انسايزور او الابر ليبل سيجمنت او الابر باك ليبل سيجمنت. تمام، ده كل اللي يخص الابر انسايزور مع الهورزونتال بلين. طيب هل في حاجات تانية نقدر نحدد منها الانجليشن او نحدد من عفوا الانكلينيشن بتاع الابر انسايزور؟ فيه، وده هيجي تباعا مع كل اناليسيس اللي احنا هنجيبهم من اللي جايين، كل واحد لوحده ان شاء الله. يعني مثلا شتاينر في الاناليسيس بتاعه كان بيحدد الانكلينيشن بتاعه الابر انسايزور او الابر ليبل سيجمنت من خلال زاويه نتجت من اللونج اكسس اللي هو بالاحمر ده، اللونج اكسس بتاع الابر انسايزور مع مين؟ مع الان اي بلين. يرسم نقطه خط على نقطه الان، جاي من الان لنقطه رايحه لنقطه الاي اللي فوق الانسايزور هنا، لو اعتبرنا ان هي هنا بالظبط كده. لو رسمنا خط نقطه بالظبط كده اهوت، ده نفس اللي هنرسمه دلوقتي، ان ايه ده الخط اهوت من نقطة الـ N لنقطة الـ A اللي هي هنا دي. وشايف الزاوية دي كام؟ الزاوية دي نقولها دلوقتي من الـ Upper Incisor مع الـ N A، المفروض إن المتوسط بتاعها 22 زائد أو ناقص 5. طيب أما نحسب كده الزاوية دي المفروض تكون ايه؟ 22 زائد او ناقص 5. طيب لو الزاويه دي كبرت معناها الخط ده هيرجع لورا كده، يبقى معناها حصل بروكلينيشن. لو صغرت ومشت كده في الاتجاه ده، دي صغرت، يبقى معناها ان حصل عندي ريتروكلينيشن. المهم انت تفهم لما تحرك الزاويه اللي انت بتتكلم عليها هيبقى في عندك ريتروكلينيشن ولا بروكلينيشن. في حاجة تانية زي كده في أناليسز مختلفة عن كده؟
لكن دي تقريبا معظم اللي انت هتبقى محتاجه من التحديد او evaluation او assessment بتاع الدنتيشن ده بالنسبه للابر. بالنسبه للور موضوع بسيط وسهل لانه ما عنديش الا زاويه واحده تقريبا اللي اقدر اجيبها في الوضع الحالي ده او اكتر من كده بحاجه بسيطه، ان انا لما اجيب اللونج اكسس بتاع اللور انسايزر هنا اخد نقطه من الانسايزر ايدج للابكس بتاعها وارسمها على طول. هتتقاطع مع مين؟ هتتقاطع مع المانديبولار بلين. وطبعا احنا اتكلمنا باستفاضه جدا عن الزاويه دي في حاجه في فيديو احنا كنا مسمينه باسم تويد ترانجل، وقلنا ان الزاويه دهيت المتوسط بتاعها 93 درجه، وقلنا في حدود لها الاكستريم بتاعها ما يقلش عن 80 وما يزيدش عن 100 في اقصى الاحتمالات. ده بالنسبه يخص اللور انسايزور بتاعتي. لو الزاويه دي صغرت ومعناها انها هتبدا تروح للاتجاه ده، معناها ان في عند ريتروكلينيشن. لو كبرت لبره كده معناه ان هيبقى حصل عندي بروكلينيشن في اللور انسايزور او اللور ليبيال سيجمنت. في حاجات تانية دي الاساسيه اللي انا بعتمد عليها، لكن في حاجات تانية زي شتاينر برضو ما عمل لنا من الان ايه وجاب اللونج اكسس معاها اللي هي الزاويه اللي احنا قلناها هنا دي، برضو جاب نقطه تانية قال ارسم خط من نقطه الان زي ما رسمت من نقطه الان هنا في المره الاولانيه، نرسم من نقطه الان للبي. طيب نقطه ادى الايه، ادى نقطه البي اللي انا رسمتها دلوقتي مثلا، هتوصل خط ما بين الان والبي. هذا هنرسم خط كده رسم الخط ما بين اللور انسايزور للان بي. طيب متوسطه كام عنده؟ قال 25، برضه هيكون زائد او ناقص حاجه مثلا ناقص او زائد 5. طيب فين الزاويه؟ ادي اللونج اكسس اللي انا بتكلم عليه وادي الخط الان بي. طيب الزاويه هي دي، هنا الزاويه دي، تعالى نتخيلها مع بعض. لو الزاويه دي كبرت يعني ده هيتحرك كده عشان الزاويه تكبر، معناها ان حصل بروكلينيشن. طيب او الزاويه دي صغرت معناها ان هو اتحرك كده، معناها ان حصل ريتروكلينيشن. ده تقريبا كل اللي احنا محتاجينه عشان نعمل ايفالويشن او اسسمنت للدنتال ريليشن بتاعه الاسنان للكرينيال بيز او السكيلت اللي موجود عندي. ده طبعا هينفعنا في حاجات كتيره جدا هتيجي تباعا واحده في واحده في التريتمنت بلان وفي كل الحاجات اللي جايه. اتمنى تكون الامور واضحه في النقطه دي. فاضل لنا حاجه بسيطه قوي هنقولها في السلايد اللي جاي عشان تبان اللي احنا عاوزينه، اللي هو ايه؟ اللي هو عندي بعد ما طلعت كل الحاجات اللي فاتت دي عندي حاجه مهمه اسمها الانتر انسايزال انجل. يبقى نفس الطريقه، يعني ايه الانتر انسايزال انجل؟ هرسم ادي حدود السنتر اللي فوق او موست بروننت انتيرور تيس اللي فوق وده حدود اللي تحت مثلا. يعني لو افترضنا كده، طبعا الرسم مش دقيق قوي عشان مش دقيق عشان الادوات اللي شغال بيها. قلنا مثلا ادي اللونج اكسس بتاع الابر، وادي اللونج اكسس بتاع اللور. طيب المتوسط بتاع الانترسيز الانجل 130 زائد او ناقص رقم كبير شويه 9، يعني الزاويه انهي اللي ما بين الاثنين؟ ادي اللونج اكسس بتاع الابر وادي اللونج اكسس بتاع اللور. الزاويه المفروض دي تكون 130 زائد او ناقص 9. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو الزاويه دي زادت معناه ايه؟ ان ده هيتحرك كده وده هيتحرك كده عشان الزاويه تزيد تكبر، فمعناها ان هيحصل فيه ريتروكلينيشن. طب لو الزاويه قلت بمعنى ان الضلعين دول ده هيقفل كده وده هيقفل كده، وبالتالي تاثيره على دول هيكون ايه؟ هيكون بروكلينيشن. في الحاله اللي معانا دي الناس اللي مشت شويه في التقويم وعارفه هتحس على طول ان هي حاجه اسمها باي ماكس، يعني عندي الابر واللور الاثنين فيهم بروكلينيشن. طيب هل لازم يكون
الاثنين فوق وتحت فيهم نفس الكلام، يعني لازم تكون عشان الانترنسنز الانجل دي تكون فيها مشكلة، مش شرط يكون الاثنين فيهم مشكلة، ممكن يكون الابر بس اللي بروكلايند او اللور بس، الاثنين اللور بس تكون بروكلايند او الاثنين يكونوا بروكلايند. وفي الحالة دي هرجع لكل واحدة لوحدها، يعني انا لقيت الانترنسنز الانجل دي مثلا 150، ممكن يكون اللي فوق مظبوط واللي تحت هو اللي فيه مشكلة، او اللي تحت مظبوط واللي فوق هو اللي فيه مشكلة، او يكون الاثنين فيهم هم مشكلة وعشان كده اثروا على الزاوية دي. ده تقريبا كل اللي احنا محتاجين نعرفه في الدنتال اسيسمنت. الاكس راي التانية دي اظن مثلا دي حالة، ممكن حضرتك لو رسمت دلوقتي اللور اللي تحت دي مثلا هتلاقيها تقريبا مظبوطة مع الـ مع الـ او او فيها شوية برضو، هنا هتلاقي بروكلينيشن واضح جدا بالنسبة للأبر. طيب إن شاء الله في الفيديوهات الجاية هنتكلم عن السكيلتال اللي احنا عاوزين نطلعه الانتروبوستيرور، وعاوزين نتكلم في اللي بعده إن شاء الله عن السكيلتال فيرتيكال، وده موضوع هيبقى طويل شوية، عشان كده أنا قدمت الدنتال اسيسمنت. إن شاء الله تكون الأمور كلها مفهومة، والتوفيق للجميع بإذن الله.